لقد لفتت بيك ميكي الكثير من الاهتمام منذ إصدارها الأول في عام 2010، والآن وبعد مضي عدة سنوات من المقرر أن تصدر نسخة جديدة متطورة من بيك ميكي نينتندو سويتش هذا العام. إذا تريدون التعرف على المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع رافقونا في هذا الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في قناة آريوم على يوتيوب لأننا سنقطّع العديد من الأخبار حول عالم الجيمينج. أصدرت شركة THQ نورديك مؤخراً مقطعاً دعائياً للنسخة الجديدة من إيبك ميكي. تم عرض هذه اللعبة في حدث نينتندو دريكت الأخير، ووعد ناشرها بتحسين رسومات اللعبة وغيرها من الميزات الجديدة. تم إصدار إيبك ميكي في الأصل باعتبارها لعبة حصرية لجهاز وي في عام 2010، وقامت بتقديم نظرة قاتمة على قصة ميكي ماوس من إخراج وارن سبيكتور منشئ دايزي إكس. ومن المقرر إعادة صياغة هذه التجربة الاستثنائية هذا العام بعنوان إيبك ميكي ريبراش. يظهر المقطع الدعائي للعبة أن ميكي ماوس يقع في المرآة ويدخل إلى عالم غامض مليء بشخصيات مختلفة، ويجب على اللاعبين مساعدة ميكي في العثور على طريقة للخروج من هذا المكان السحري. تتميز طريقة اللعب بآلية المنصة الكلاسيكية ثلاثية الأبعاد. في الوقت الحالي لم يتم تحديد موعد معين لإصدار إيبك ميكي ريبراش لوحدات الجيل الثامن والتاسع من بلاي ستيشن وإكس بوكس ونينتندو سويتش وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، ولكن يقال بأنه سيكون في وقت ما في هذا العام.